تتشوفوها حنا دايزين في واحد دابا وصلنا ل الى ولد شنو هذا امي امي وصلنا ل شنو هذا امصفر دابا وصلنا للكاتدرال راه هي كما تشوفوها انفاس معانا هي هذه غادي نجيو نصوروها لكم من بعد ها هي ايه صاحبي راه الكاتدرال هذيك هي الكاتدرال كما تشوفوا دابا غادي نحاول نجيو لهاد القنطره هاد الباساج معاه الله يحضر السلام وصافي بسم الله اوب اوب انا عندي التقلب مشكله صح طبيعي انا غادي نطنطن ان شاء الله نديرو شي طاجين يلقى ان شاء الله انتم ممكن تشوفوا هذا الاجواء حتى نوصلوا ونوريكم شي حاجه امس فران او ما يعرفوا بالكاتدرال هذه هي الكاتدرال لماذا سميت الكاتدرال علاش لان الفرنسيين شحال هذه سموها الكاتدرال علاش لانها تتشبه لواحد الشكل الكنيسه شوف هي على شكل كنيسه وعلاش سميت امس فران امس فران كلمه امازيغيه اللي ما عرفهاش تريبرز تعني الروح تريبرز بالانجليز المهم هذه هي امس فران كاتدرال السيمبول ديالها معروف اللي لا شك العالم غادي يكون عارفه اللي هو الوحش ديالنا حكمي القادم هذا وقع مع عاد السيعمارية مع الفرنسيس هذا مع الفرنسيس هذا اجيو نضربو شي دويره تشوفوا هذا معمل هكا كلما الاخ شنو هاد الالات ممكن تشرح لنا بعض انواع الالات هاد الاله الكهرومغناطيسيه سر الله يمسخك تكتونيه الصفائح المغناطيسيه ديال العجله هادي اللي كان مخترعش اينشتاين شحال هاديك اينشتاين ما اخترعش هاد الشيء شوف فيها جاذبيه هذيك لما كانت هذيك راكم ما كنتيش كاع انت موجود ايش طيب لا علاقه تاعها بهذا الشيء لولا تلك العجله لما كنت موجود يا توك توك هذا واحد المصنع خشب بعض الفرنسيس وكتب عليك اللي عارف كانوا تيديروا فيه يلاه مشي معاك انت كلشي رديتي فرنسيس ما كاينش فرنسيس انا خلاها الوالد قال لي تما راه شنو تقول انت نور الدين شنو كان هذا يا اخي نور الدين شحال هذا شحال هذه شنو كان ديالاش هذا المعمل ديال الخشب معمل الخشب كان قديم مغاربة ولا فرنساوية؟ فرنسا واش فرنسا ولا اسبانيا؟ فرنسيس انا قلت لكم الفرنسيس فرنسا فرنسا سموه الكاتدرال هذه هي الكاتدرال صافي السلام عليكم كان معكم ابو الزيك الرحلة دابا ان شاء الله غادي تشوفوا الرحلة الجاية هذيك الكاتدرال اجي نوريهم اللي عاش زيد زيد اجي لهنا وري لهم القمه ديال الشمس الشمس هذاك هو الصومي العلو ديالها شي 1800 وشي حاجه اللي غنكتشفوها كاملين في هذا الفلوغ ان شاء الله غادي نطلعوا لذاك الصومي راه هو جي لهناش راه فين تيب هنا هذاك غادي نطلعوا له ان شاء الله شوف حنا فين هو فين غنطلعوا له ان شاء الله باذن الله هذاك هو التحدي ديالنا الاول وموراه زكريا اش دير اخويا وهاي ما بينا ما علينا كنا جايين نديرو خضيره طويجين في الكاتدرال مين جينا نقطعوا الخضيره درنا عوام ما لقيناش الخضيره فين هي لينا في البيكو ناسي دين ديباني بالليل درنا واحد 10 البيضه هما اللي عندنا ورا زمان
جينا طيبوهم تقلبوا جمعنا دابا شي شوي دابا الا بغيتو تسميو هاد الوجبه هادي بيضات بتريبه مرحبا بك دابا هاديك شنو واش هادي تهر لك نضيباني هاد اللون اللون تاريخيه في الكاتدرال تريبه بالبيض صافي شعلة زوينة يا شوف هادوك ضاربين الطاجين شوف جاك وجه الطاجين نتايا خوتي قولوا بسم الله الله يحفظك صافي لا احلى التريب هذا ما اجواء الرائعه التريب ما هذا ما الدراري اللي تلاقينا دخلنا لوسط الغابه وطونطين هنا الغابه جو زوين هنا في الجوع تناكل الخبز وصعدنا في طيب الطاجين مشتو كومبين غاز عطا تضرب واحد هادي دابا تضرب واحد جوج دميلات الله يعاونها شي سبعة البرار داتك هذا هو المقياس ما تقول لي لا يومين لا نهار لا تنتيه علي طونطا هما راهم صوبوهم هنا الدراري كلشي صوب ديالو الدراري ديالنا أجواء شعرية هادي ماشي شعرية شعرية ديال قول لي لا منين اخاي انت انا من اكادير انتوما انتوما ولا تاع اكادير خويا هادو منين اخاي انت اكادير اخويا انت هما اكادير كورين اخي مد ديال نفسك المراس الله 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 واحد صاحبنا راه قال شي وريني خليها بالصوت غدا ضرب الصومي يا بلادي يا عمر غدا تبقى طالع بروتينات هذا الله يعزني جبل مقصور لا لا الصومي الدراري راه كرتنو ناس اصاصي واه توك توك كام شوفوا الطاوت توك توك شعر اخويا داك التوشعر بسم الله افتح يا رسول الله ندير تما يا راه حتى بيزو انت كاع ما شفروا التوك توك تبرديتو خلك الله سيدي تينعس في جنبك تبرديتو ما بغاش يحيدها من حداه كاع خلك والو تنعس في جنب نخليو باك طاج هنايا ان شاء الله وغادي نديو الحاجه اللي مهمه الاساسيه نديو الدواء ما تنساوش هذا مهم معكم في الرحله كامله وحتى داك هذه مهمه نديوه معنا وندي شويه الماكله فقط باش ما تعرقناش في الطريق وغادي نمشيو بحالاتنا ان شاء الله كما تشوفوا احنا متوجهين للصومي الصومي ديال دابا تنحاولوا نتجاوزوا بعض الاشجار اللي تتحيط بهذا المرتفع هي عباره عن غابات الصنوبر البري اللي تميز بها الاطلس المتوسط تتشوفوا دابا بزاف ديال الشباب هما غاديين
تشوفوا هذه هي القمة. حنا وصلنا لها الحمد لله. هذا هو الخطوات الأولى، راه خطاهم توك توك هو اللي تشنهم، ماشي مشكل نصورو. هذه هي القمة، حنا الحمد لله اللي عطانا هذه النعم هذو باش وصلنا لهذ القمة هذيك. هذا هو وسالا خويا، حنا معطلين، حنا هما الصف الاخر، هادشي اللي عطا الله، وهي باقي واحد كشامل واحد الكاشير. شفتكم الدراري مع المعبيات فين؟ اسرى فين واسرى؟ مع شفير هو خويا. هو كان هنا، كان هنا اسرى. وشحال وحنا كنعيطوا ليكم وهي اسرى. اللي خاصو خاصو هذا شي ضربة. لا تيش إز سبارتا شتا. دابا حنا اخر منو غادا ان شاء الله، حنا ماشي بحالنا توك توك وشي حاجه خايب توك توك. الشباب تهلاو في راسكم، اخر مره غادي نزور هذا المسكران، نتمنى نجيو راه مره واحده اخرى. الشباب حاولوا تجيبوا معكم الماتيريال وحاولوا تجيو بكري. المهم الشباب تهلاو في راسكم، تتشاوكوا في الزاويه صحيح. سيو تما يا وليدي. او ما غير دابا كما تتشوفوا حنا بغينا نمشيو لواحد البلاصه سميتها سويت احنصار باش ندوزو المهمه الجايه اللي هي تكون الاخطر واخطر، الباساج بيربير ان شاء الله. ولكن حنايا تجمع تشوفوا عندنا مشكل، نتا ضربنا الصوم ونزلنا ما بقيناش طونسبار.
مشكلة هنايا قالك سيدي الترونسبور واحد حنا ما قالوا وحنا ما يأسناش مازالين تنتسناو انا قلت لهم اخوتي مشاو نخبطوها نستمتعوا بالطبيعة وداك الشيء هادو ما قدوش هذا ولا اخر سير الله يمسخك انت كذاب انت الله قال الله دابا والله هز هذيك وهز هذيك راه هي وانا نهزلك خوتي انتم تكومونطيو لتحت تحكموا علينا هذا جيب واحد الهردوشيه هي ماشي ماشي ثقيله خفيفه ما نقدر نهزها ومشي بها هانيا وانا ما مسؤولش عليها وتيقول لك هزها الا بغيتي نمشي معاك هز هيدي شدي تخيل عليه بدور لا لا شدي هز انا نزوم بجوج صافي انا ماشي انا غادي معاك صافي الله سيدي جنبك